مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ معكم نعم من قناة نيمو. الفيديو تبعنا اليوم بيحكي كيف تفتح ستايل القط مياو بين الشادو وبين الجوست. فاذا انت اول مرة عندك هذا الفيديو على القناة، يا ريت تشترك، فعل زر الجرس وحط لايك للفيديو ليوصلك بعد من الناس، وروح اطلع عني كود لايتم شوب زار امامكم نيمو 9. فمشاهدة ممتعة ومع بعض. مثل ما بنعرف اصدقائي، احنا فتح معنا تحديات الاسبوع الخامس والسادس الخاصين بالقط مياو، ففي شروط لازم تعملها لحتى تقدر تحصل الستايل بين الشادو وبين الجوست. فهلا حنشوف مع بعض. نفوت لعند السكين مياو عند الغرفة تبعه، نكبس عليه. لحتى تقدر تختار بين الجوست وبين الشادو لازم تعمل بعض الشروط. بعض الشروط تكبس هون بتعرف شو هي. اول شي لازم تكون شار الباتل باس، وتاني شي لازم تكون وسطان للتير اللي عاطيك اياه السكين مياو معك باللوكر يعني، وثالث شيء معنا لازم تكون محصل او مخلص 18 تحدي من تحديات الاسبوع الخامس والسادس الخاصين بالقط مياو. فبعد ما تخلص كل هاد، انت رح يطلع عندك انك انت بتقدر تختار بين الشادو وبين الجوست. مثلا احنا اخترنا الشادو، بعد ما اخترت الشادو وبكتبوا لك عليه انه افيلبل متاح، بتنزل بالماب بتجيب 10 سمكات، بتحصل 10 سمكات. بعد ما تحصل 10 سمكات لازم تروح توديهم على البريد الجوست والشادو. وانا عندي كمان هلا رح اوضح لكم صوره باماكن البريد تبع الجوست واماكن البريد تبع الشادو. هدول الصورتين ظاهرين امامكم بالفيديو، هدول الصورتين لاماكن تواجد البوكسات او تواجد البريد تبع الشادو وتبع الجوست. فانت كل عليك انك انت تروح تصيد 10 سمكات مثل موضح امامك بالفيديو التعليمي، انك انت تروح تجيب العشر سمكات وتوديهم. بس في معلومه بسيطه، انك انت لما تروح تحصل هدول السمكات بتقدر بكل جيم مثلا تروح تجيب سمكه او سمكتين وتوديها، بتقدر بعد الجيم الثاني تجيب سمكه او سمكتين وتوديها. يعني مو شرط انك انت تعملهم كلياتهم بجيم واحد او تحصل 10 سمكات كلياتهم بجيم واحد. كل عليك انك انت بس تصيد سمكه وتروح توديها على البريد، وهيك انت لازم تحصل الستايل اللي انت بتختاره. مثلا احنا اخترنا الشادو، بنروح بنودي العشر سمكات هدول على بريد الشادو اللي ظاهر امامكم الصوره تبعه، ولو اخترت الجوست بتروح بتودي العشر سمكات على بريد الجوست اللي ظاهر امامكم بالصوره. فهذا هو اماكن البريد الجوست واماكن الشادو موضحين امامكم بالصوره. بتنزل باي مكان كان موجودين، مثلا بفرنزي موجودين، بريتال موجودين، بليزنت، بكل الاماكن موجودين هدول البريد بالاماكن الكبيره اللي مسميه. بتلاقي هذا البريد بس بتروح بتودي عليه انت السمكات. بكل جيم بتقدر تودي سمكة او سمكتين، بس هاي المعلومة يمكن ما حدا ذكرها او ما حدا قال عليها. فمعظم الناس بتفكر انه انت لازم تخلص هذا التحدي بجيم واحد، انك انت تقعد تجمع 10 سمكات ويمكن تموت ويمكن حدا يقتلك وهيك. فهذا الشيء ايزي عليك لو انت مثل ما انا قلت لك تروح تودي بكل جيم سمكتين، ثلاثة، اربعة، خمسة، حسب اللي انت بتقدر عليه بالجيم، وهيك انت بتخلص هذا التحدي وبتختار الشادو او الجوست. بتختار الشادو وبتنزل بتنقي البريد اللي هو الشادو الاسود، بتحط عليه السمكات. اخترت الجوست، بتروح بتنقي البريد اللي هو الجوست الابيض، بتنقي بتحط عليه السمكات. فهذا هو التحدي كلياته لحتى تقدر تفتح بين الشادو والجوست. سهلين كتير وكتير ايزي عليك لو انت عملت مثل ما انا قلت لك، وبكل جيم رحت وديت كذا سمكة او سمك معين، مثلا تنتين ثلاثة، وعلى مرات على التكرار على كذا جيم بتخلص التحدي. هذا هو شرح التحدي الخاص فيه وبالشروط اللي انت بتختار بين الشادو وبين الجوست. فانا عن نفسي رح اختار الشادو. بدي اياكم تكتبوا لي تحت بالكومنتات شو رح تختار، الشادو ولا الجوست، مشان هيك نتفاعل مع بعض ونشوف شو راي الناس واني احلى. انا بالنسبه لي الشادو حلو كتير، القط الاسود كتير كتير حلو شكله ولونه وكل شيء حلو فيه الاسود، فانا رح اختار الشادو. اكتب لي تحت بالكومنتات شو رح تختار. بس هذا هو مقطعنا اليوم اللي بيشرح لك كيف انت تجيب او كيف تحصل ستايل بين الشادو والجوست. بتمنى تكون استفدت بمعلومه وعجبك الفيديو. ولو انت اول مره عند تشاهد الفيديو على القناه، يا ريت تشترك، فعل زر الجرس لحتى تعرف التحديات القادمه. فشكرا لك اذا كملت المقطع للاخر، ولا تنسى كود الدعم بالايتم شوب مشان تدعمني اكثر اللي هو نيمو 9. شكرا لك وبرعايه الله.